لما تكون موجوع وما حد سامعك. بلاد القدس تبعتنا أخذوها منا اليهود. ولما تكون مهموم وما حد سألك. والبلدية اللي دايرة ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش. بياع اللي بتفاش عندهم بيجيبوا 6-7 بيضربوه. أصرخ وعلي صوتك. وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا. شد حيلك يا وطن. برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول، سياسية، اقتصادية واجتماعية. شد حيلك يا وطن يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحاً عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري. شد حيلك يا وطن، صوت حر لضمير حر. هذا البرنامج برعاية جوال وبالتل. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة. شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعة أطيب. شركة البنار لمنتجات الألبان، البنار اختيار كل الدار. حبيت كيف وانا قاعد في البيت سرعة وطاير وعليت، والنت مكفينا وشو صار مش طالع انا بالدار، الفايبر سرعته نار انا والعيل باجواء السرعة جلينا. ويلا نعيش مع بلد الجيجا فايبر، يلا نعيش على السرعة، أجواء السرعة بتفرق مع بلد الجيجا فايبر. في البيت عيش أعلى سرعة انترنت بتكفي كل العيلة مع بلد الجيجا فايبر، أسرع انترنت منزلي. للاشتراك زوروا أحد معارض بلد وجوال أو الموزعين المعتمدين أو الاتصال على 199، خاضع للإمكانية الفنية. قشطة يا عم سمعني كلام، ومهارك فل يا سيدي الكل، كل حدا بتشوفه ببالا، جبالك قشطة من البنار أخطر من يلي ببالا، القشطة الحامض سره الغامض واحسبها تحدي، يا ما شفنا ودقنا ويا ما جربنا بس هيود عربي. دوق القشطة دوق، يا عيني يا عيني على القشطة دوق، القشطة دوق، يا ليلي يا ليلي على القشطة دوق. القشطة الحامضة من بقلولتي ببساطة أزكى، البنار اختيار كل الدار. صباح الخير وأهلا بكم في هذه التغطية المباشرة والمتواصلة معكم ضمن برنامج شد حيلك يا وطن على شبكة وطن الإعلامية. يا شعبنا شد الحيل، قرب يخلص هذا الليل، يا شعبنا شد الحيل، قرب يخلص هذا الليل، عمر الاحتلال ما يدوم حتى لو يطول الليل.
أينما كنتم دائما نحييكم بتحية الوطن فلسطين، تحية القدس، تحية غزة العزة، تحية كل أرجاء الضفة والداخل والشتات. دائما نحن معكم أولا بأول في هذه التغطية المباشرة والمتواصلة ضمن الموجة المفتوحة غزة الصامدة غزة الأمل. احنا شعبنا بها مهما تكتر الصعاب، نحكي للهوى والإرهاب واحنا بدنا حرية. احنا شعبنا بها مهما تكتر الصعاب. دائما نحييكم بتحية الوطن فلسطين، وأينما كنتم عبر منصات شبكة وطن الإعلامية، على شاشة تلفزيون وطن، عبر إذاعة وطن FM على الموجة 99.2، وعبر موقع شبكة وطن الإعلامية على الفيسبوك، وضمن محاربة المحتوى الفلسطيني الصفحة الخاصة بوكالة وطن للأنباء على الفيسبوك فقدناها بالأمس، لذلك نحاول أنه نكون معكم مباشر عبر الفيسبوك على صفحة شبكة وطن الإعلامية. هذه الصفحة موجودة على الفيسبوك، بإمكانكم أنكم تشاركوا البث على الفيسبوك. دائما إذن نحن معكم بتغطية مباشرة مستمرة على مدار الساعة. ارحل ارحل يا محتل، في أرضي ما راح تضل، حتى لو سقط مليون شعبنا ما راح ينذل. ارحل ارحل يا محتل، في أرضي ما راح تضل، حتى لو سقط مليون شعبنا ما راح ينذل. خطوة خطوة للأمام، كله راح يصبح تمام، شعبنا ينول الحرية ويعيش بأمن. طيب، في هذه التغطية نبدأ معكم بآخر التفاصيل والمستجدات وآخر التطورات لهذا اليوم، وقبل ربع ساعة من انتهائها تم الإعلان عن تمديد الهدنة الإنسانية ليوم إضافي، يعني اليوم هو اليوم السابع من الهدنة، يعني لوقت متأخر من فجر هذا اليوم حتى تم الإعلان عن تمديد هذه الهدنة، حيث أكدت حركة حماس أنه تم الاتفاق على تمديدها ليوم سابع وهو اليوم الخميس، وذلك فقط قبل ربع ساعة من انتهائها. وأيضا أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال تمديد الهدنة قائلا: نظرا لجهود الوسطاء لمواصلة إطلاق سراح المحتجزين، ستتواصل الهدنة الإنسانية المؤقتة. لنا ما ليس يرضيكم يرضي، طبعا ننوه مرة أخرى أن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قام بحذف صفحة وكالة وطن التابعة لشبكة وطن الإعلامية مساء الأمس ضمن سياسته في محاربة المحتوى الفلسطيني والرواية الفلسطينية، وذلك في مخالفة صريحة لحرية الرأي والتعبير. هذه هي المرة الثانية خلال العام الجاري التي يتم فيها حذف صفحة وكالة وطن للأنباء عن الفيسبوك، وبالتالي نحن الآن معكم عبر صفحة بديلة هي صفحة شبكة وطن الإعلامية.
طيب نبدأ معكم في آخر المستجدات إذن والأخبار قبل الانتقال إلى أخبار الهدنة وصفقة تبادل الأسرى وكل هذه التفاصيل. نبدأ من آخر المستجدات في القدس، وهذا الصباح عملية إطلاق نار في القدس خلفت حتى هذه اللحظة بحسب المصادر العبرية 3 قتلى و7 إصابات بعضها خطير في هذه العملية. إذن أعلنت مصادر عبرية صباح اليوم وقبل قليل عن قتيل ثالث في العملية التي جرت في مستوطنة راموت في القدس المحتلة. المصادر العبرية تحدثت أن مسعفين وطاقم نجمة داود الحمراء أعلنوا عن مقتل 2 في وقت مبكر من الصباح، ومن ثم قبل قليل تم الإعلان عن القتيل الثالث. شرطة الاحتلال تقول أن هناك شخصين استقلا مركبة توقفت عند محطة انتظار للركاب قرب المستوطنة وفتحا النار على المستوطنين الموجودين عليها قبل أن يتم تبادل إطلاق النار مع شرطة الاحتلال لاحقا، إذ أعلنت الشرطة عن تحييدها المنفذين. وبالأمس حقيقة كانت هناك بعد ساعات طويلة من حصار جنين ومخيمها وإعلان مدينة جنين أنها منطقة عسكرية مغلقة استشهاد طفلين أعدمهما الاحتلال في مخيم جنين. أحد الأطفال يبلغ من العمر 9 أعوام فقط، حيث أظهرت مقاطع مصورة إطلاق جنود الاحتلال الرصاص المباشر والكثيف تجاه مجموعة من الأطفال ما أدى إلى استشهاد الطفلين آدم سامر الغول 8 أعوام والطفل باسل سليمان أبو الوفاء 14 عاما برصاص الاحتلال في جنين. في الفيديو ظهر أن قناصة الاحتلال أطلقوا الرصاص الكثيف والمركز اتجاه المناطق العلوية من الجسد، وبعد إصابة الطفلين وسقوطهما على الأرض استمر جنود الاحتلال في إطلاق النار على جسديهما. إن قوات الاحتلال قالت مصادر محلية أرغمت الأهالي في حي الدمج على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح بعد عملية تدمير واسعة للمنازل والشوارع في الحي وقصفت منزلا من طائرة مسيرة. وأيضا استشهد فجر اليوم الخميس الشاب فادي مؤيد ربحي بدران من قرية بيت عور تحت قضاء رام الله متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي خلال المواجهات في بلدة بتونيا غرب رام الله. وكان الهلال الأحمر قد أعلن عن إصابة 5 شبان بالرصاص الحي إحداها خطيرة جدا أمام سجن عوفر العسكري غرب رام الله. وأيضا كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة بتونيا في وقت متأخر من الليلة الماضية تزامنا مع انتظار الأهالي الإفراج عن أسرى الدفعة 6 من صفقة التبادل، حيث أطلق الاحتلال الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع بكثافة على المواطنين ما أدى لإصابة العشرات.
وضمن اقتحاماتها أيضا اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم الخميس مخيم طول كرم. المصادر المحلية قالت بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة ضخمة اقتحمت المدينة من المنطقة الغربية وجابت مختلف شوارعها وأحيائها خاصة الحي الجنوبي والشرقي وصولا إلى مداخل المخيم. وأضافت أن قوات الاحتلال ترافقها الكلاب البوليسية اقتحمت المخيم وتمركزت في حارات البلاونة وحمام وشارع المدارس ونشرت قناصتها على أسطح المباني العالية في محيط المخيم، في الوقت الذي قامت جرافة الاحتلال بتجريف وتخريب شوارع المخيم الرئيسية وتحطيم مركبات وممتلكات المواطنين. وأضافت أيضا أن مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة اندلعت بين المقاومين وجنود الاحتلال، كما أظهرت مقاطع مصورة تفجير عبوة محلية الصنع في جرافة تابعة للاحتلال. أيضا المصادر المحلية أضافت أن قوات الاحتلال حاصرت مستشفى ثابت الحكومي في المدينة وقامت باقتحام عدد من المنازل من منازل المواطنين في الحي الجنوبي بمدينة طول كرم. وأفادت مصادر محلية باعتقال الشاب عبد الفتاح القدومي من منزله في الحي وتجوب طائرة استطلاع سماء المدينة بارتفاع منخفض. فيداك الأعصار لا تقطع فكل دمار وتمسك بالحق فإن الحق سلاحك مهما جار ومن فيداك الأعصار وتقدم فالنصر قرار إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار. في وقفة العز وفي انتفاضة الكرامة تندحر الظلام يوم تغف ثورة الغضب في أمة الغضب في وقفة العز وفي انتفاضة الكرامة تندحر الظلام. عندها ما يجري في الضفة لم يتوقف، يعني هذه الاقتحامات في طول كرم في جنين في مناطق مختلفة من الضفة هي كانت مستمرة ما قبل 7 أكتوبر، لكن بدأ العالم يلتفت حقيقة لحقيقة ما يجري في الضفة من اعتقالات، ما يجري مع الأسرى داخل السجون، ما يجري من اقتحامات وما إلى ذلك بعد 7 أكتوبر وبعد حالة الدعم والتضامن الدولي الكبيرة. لكن الضفة كانت تعاني منذ عامين أكثر من أي وقت مضى، هذه الاعتقالات الاقتحامات عدد الشهداء لم يتوقف بهذه الوتيرة منذ عامين. على أي حال كل ذلك جرى بعد أن أفرجت سلطات الاحتلال فجر هذا اليوم، يعني التأخير أيضا في الإفراج عن الأسرى لوقت متأخر، الأهالي ينتظرون ساعات طويلة في هذا البرد في بلدة بتونيا لأنه لا يكون هناك وقت محدد للإفراج، لكن في وقت متأخر من الليلة وفجر هذا اليوم تم الإفراج عن 30 أسير بينهم 14 امرأة و16 طفلا، وذلك ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل في إطار اتفاق الهدنة الإنسانية التي دخلت حيز التنفيذ قبل 6 أيام بين المقاومة والاحتلال. وقبيل الإفراج عن المعتقلين اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحياء القريبة من سجن عوفر العسكري وصولا إلى دوار المدارس وسط البلدة، وكانت قد نقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر 15 من المعتقلين المفرج عنهم من سجن عوفر العسكري إلى رام الله، في حين تم الإفراج عن 8 معتقلين مقدسيين من المسكوبية إلى منازلهم، إضافة إلى الإفراج عن 7 معتقلات من داخل الأراضي 48. وفي وقت سابق من
خلال أمس اقتحمت شرطة الاحتلال منازل ذوي عدد من المعتقلين المقدسيين قبيل الإفراج، وحذرتهم من إقامة أي مظاهر احتفال أو تجمعات. وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير قد أعلن في بيان مشترك أسماء الدفعة السادسة من المعتقلات والمعتقلين الأطفال الذين تم الإفراج عنهم ضمن بنود اتفاق الهدنة الإنسانية. فلسطين يا بلاد العز، مجدك على عالا، شوكي بعيون الغدار الدنيا بتشهد كلا. فلسطين يا بلاد العز، مجدك على عالا، شوكي بعيون. ومن المتوقع اليوم، هذا اليوم، اليوم السابع من الهدنة الإنسانية، أيضا أن يتم تبادل للأسرى. كل هذه التفاصيل طبعا تتم ضمن يعني الساعات القادمة من هذا اليوم، دائما تكون تقريبا في ساعات متأخرة من مساء هذه اليوم. نقاشات حادة، اجتماعات متواصلة في كابينة الاحتلال، يعني حتى يخرجوا بقرار تمديد الهدنة يوم سابع في وقت متأخر من الليل. استمرت الاجتماعات من مساء الأمس حتى فجر اليوم، حتى صباح هذا اليوم هي الهدنة بتنتهي الساعة السابعة صباحا. تم التوافق على تمديدها يوم 24 ساعة على السبعة إلا ربع، السبعة إلا ربع صباحا. يعني كانت النقاشات والاجتماعات ممتدة من مساء الأمس ليلا حتى الصباح، حتى يتم الإعلان عن طبعا تمديد الهدنة لليوم السابع. حقيقة ما يجري، حتى فيديوهات التي تم نشرها اللي هي متعلقة بالإفراج عن المحتجزين من الإسرائيليين وفي قطاع غزة، هذا الفيديوهات التي تم نشرها بالأمس من قبل إعلام حماس تثير ضجة كبيرة في مواقع الإعلام العبري ولدى الرأي العام الإسرائيلي، رغم أنه المحطات الرئيسية لا تنشر هذه الفيديوهات عندهم، ولكن طبعا مع وجود التليجرام، مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي، مع وجود كل هذه التكنولوجيا تنتشر هذه الفيديوهات، والتيك توك أيضا. وبالتالي أظهرت يعني الفيديوهات كيف كانت المحتجزات الإسرائيليات تبتسمنا، تودعنا يعني بإشارات مع السلامة، مع ابتسامة، مع إلى ذلك، والتسليم باليد. أيضا أحد المحتجزين التايلانديين قام بعناق أحد الجنود من القسام. وبالتالي هذه الفيديوهات ستثير ضجة، لأنه أصلا الفيديوهات السابقة أثارت ضجة كبيرة حول طريقة توديع أو طريقة الإشارات التي تتم بين المحتجزين والمحتجزات والجنود، جنود القسام. وبالتالي هم أصلا يعني يتحدثون عن ذلك من باب أنه هم يعني كيف تتناول الصحافة العبرية هذه الفيديوهات، بأنه تتناولها أنهم هم مجبورات على هذه الحركات، أو يتم إجبارهم، أو نتيجة الخوف لأنه لديهم أقارب في الاحتجاز وما إلى ذلك. أعتقد فيديوهات الأمس
ستقلب ربما المعادلة حقيقة. على أي حال اليوم إذن هناك تمديد يوم 7 للهدنة، إلى أين ستؤول الأمور؟ إذن نعود إلى آخر المستجدات والأخبار المتعلقة بالهجوم المسلح والعملية هذا الصباح في منطقة مستوطنة راموت بالقدس. يبدو أن هناك معلومات تتحدث بالطبع عن ارتقاء منفذي عملية إطلاق النار شمالي القدس المحتلة، وهما شقيقان وأسيران محرران من قرية صور باهر جنوب القدس، وهما إبراهيم ومراد نمر. طبعا مراد يبلغ من العمر 38 عاما، إبراهيم يبلغ من العمر 30 عاما، وهما كانا أسيرين محررين من سجون الاحتلال. يعني اعتقل مراد في العام 2010 وحكم بالسجن 10 سنوات، وخاض إضراب عن الطعام عام 2012، وتعرض للعزل عام 2013 لمدة عامين، وتحرر قبل 3 سنوات فقط. طبعا يذكر أن الاحتلال اقتحم منزل الشقيقين في صور باهر بعد العملية وقام باعتقال بعضا من أفرادها. ينضم لنا عبر الخط الهاتفي الزميل الصحفي المتخصص بالشأن الإسرائيلي عصمت منصور. عصمت صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح الخير لك ريم ولكل المستمعات والمستمعين. طيب عصمت، إذن يعني في كل ما يجري من أيام هدنة وبعد نقاشات طويلة واجتماعات طويلة تم تمديد الهدنة ليومها 7، يعني تأتي هذه العملية في هذا الوقت هجوم مسلح تم الإشارة إلى أنه نوعي، وذلك باستخدام سلاح M16 في القدس، وهو يعني هذا سلاح عادة نادرا يستخدم في عمليات في القدس تحديدا أتحدث. الهجوم أسفر عن مقتل 3 مستوطنين نفذه 2 من الأشقاء من بلدة صور باهر جنوب القدس، وتم تنفيذه أيضا في وسط القدس تحديدا، نتحدث عن منطقة راموت، منطقة مستوطنة راموت. كيف، ماذا تشكل هذه العملية بحسب الإعلام العبري في هذا الوقت تحديدا؟ يعني مرة أخرى تحياتي لك ريم والمتابعات والمتابعين. بالفعل هذه عملية أولا موجعة وصعبة بالنسبة لإسرائيل في مكانها وتوقيتها ونتائجها. 3 قتلى حتى الآن، هناك 4 إصابات خطيرة، يعني يقال أنه أحدهم هناك خطر على حياته، يعني ربما يرتفع العدد أو مرشح
الارتفاع. وهي العملية يعني ربما ليست مفاجئة من حيث أنه دائما كان هناك توقعات إسرائيليا أن يكون هناك رد فعل، وأنه حماس ستحاول أن تخرج عمليات من الضفة وخاصة في المدن الإسرائيلية لتخفيف الضغط عن القطاع وعن يعني تشكيل حالة ضاغطة على إسرائيل واستنزافها وتشتيت قواتها، ويعني بالتالي هذا كان متوقع. إسرائيل لم تترك ذريعة أو يعني سبب يمكن أن يمنع مثل هذه العمليات. اقتحاماتها في جنين بالأمس وقبلها وطول كرم وغيرها، المدن مقطعة منذ يعني اليوم قربنا شهرين. حتى عصمت يعني ليس هذه الاقتحامات طبعا متواصلة من 7 أكتوبر وأيضا زادت بعد 7 أكتوبر. نشاهد في كل يوم في بلدة بتونيا عند سجن عوفر اقتحامات، شهداء يعني قبل تسليم الأسرى، كل يوم عند سجن عوفر يعني تحدث هذه الاقتحامات والمواجهات وإطلاق قنابل الغاز والرصاص الحي. صحيح، وهذا بالذات يعني الاعتقالات التي بلغت يعني أكثر من 3000 وصلت، وتقطيع المدن، منع العمال من العمل، الملاحقات، عمليات القصف من الجو، كل هذه التضييقات والخنق، هي اعتقدت أنه هذا هو اللي راح يمنع العمليات، وهذا اللي ممكن يعني أنه يخلي الناس ترتدع ويمكن أن يعطيها قبضة أمنية قوية من خلال السيطرة والتحكم في كل منافذ المدن الفلسطينية، ولكن تأتيها العمليات من القدس وربما يعني بعد ذلك من الداخل وربما أيضا من جنودها. يعني واضح أنه هذا الوضع اللي خلقته السلطات الاحتلال في الضفة هو اللي بشكل حافز أكبر لتنفيذ هذه العمليات. ونجاح كل عملية ريم هو عملية يأتي بعد ربما سلسلة محاولات طويلة تكون يعني قد يعني أحبطتها إسرائيل. كان هناك عملية على مدخل القدس قرب بيت لحم كان أيضا شبيهة، فيها 3 أشخاص وبأسلحة أوتوماتيكية وكانت متجهة إلى القدس، و في حينها كان الشرطة تم منع عملية ضخمة، لو استطاعوا الدخول إلى القدس بهذه الأسلحة لكنا شهدنا يعني ما يشبه المجزرة. ولذلك المحاولات قائمة والحافز قائم والاحتلال يدفع بأكثر وأكثر من خلال الضغط الذي يخلقه. يعني هناك غزة وما يحدث فيها وهذا بحد ذاته يحرك، هناك توجهات حماس واضح أن هي نحو التصعيد في الضفة لأنه أيضا هي تريد أن توسع جبهات القتال مع الاحتلال، هذا يخدمها ويخدم المعركة ويشكل ضغط أكبر على الجمهور في دولة الاحتلال. ولذلك نجاح هذه العملية شكل ضربة وضربة أمنية قوية، وأنا يعني واثق أنه سيزيد الآن من المخاوف الإسرائيلية ويعني تشديد، مش راح نحكي عن تشديد، يعني شوفوا ممكن إجراءات يأخذوها ريد ما بكل إجراءات يعني بدهم يسكروا مسكر، بدهم يمنعوا عمال مانعين، بدهم يفتحوا وهم بيفتحوا. يعني القصد عصمت رغم كل هذه التشديدات والإجراءات حدثت عملية بهذا الشكل، وهذه العملية يعني لما نحكي عملية نحكي فشل استخباراتي، انت بتحكي عن عملية فيها سلاح وفيها اكثر من شخص حتى لو كانوا اخوة. يعني عمليا هذه العملية خطط لها وانشغل عليها لفترة على الاقل ايام، الناس نحكي اكثر من ذلك، حدا وصلهم سلاح، حدا وجههم، حدا وهم يعني واضح انه بينتموا لحماس كما يعني تحدث الاعلام العبري. لذلك هذا ايضا فشل استخباراتي. يعني هل الاعلام العبري اورد هذه المعلومة ان المنفذين نعم قالوا انهم ينتمون لحماس، ينتمون لحماس هذا الامر، لكن المخابرات الإسرائيلية تنسب العملية لحماس وانهم بينتموا لحركة حماس. الفكرة من هذا الموضوع انه حل مشكلة العمليات مستحيل، كل الاجراءات وكل ودائما الامن يفشل والاستخبارات والشباك يفشل في الوصول إلى المنفذين إلا بعد تنفيذ العملية، وعندما تدخل العملية يكون خلاص الفشل قد وقع على كل حال. ولذلك فعلا هذا يشكل تهديد جديد وتحدي آخر أمام الأمن الإسرائيلي، وأعتقد أنه هذا يعني سيشكل مشكلة، لأنه كمان هم يعتبرون وهذا على طول التجربة ثبت صحته أنه نجاح العملية يولد نجاح، يعني يحفز على تنفيذ العمليات، يعني وكأنها بتكون ثغرة وفتحت في الجدار وبعدها يتدفق السد بشكل أكبر. ولذلك هذا ما يخشونه الآن، إنه هذا النجاح وهذا العدد الكبير من القتلى إنه يؤدي لمحاكاة ولتنفيذ أكثر عمليات، وخاصة إنهم لديهم ثقة كاملة إنه مصلحة حماس وتوجهها إخراج عمليات من الضفة، وربما يكون هناك خلايا نائمة، ربما يكون هناك يعني قدرة لديها على إخراج مستهدف من العمليات، وهذا فعلا سيغير وجه الحرب إذا ما حدث. يعني تصبح إسرائيل تقاتل على جبهتين، جبهة في غزة وجبهة في جبهتها الداخلية في قلب مدنها من خلال العمليات من هذا النوع. نعم طيب، عصمة، عودة إلى أيام الهدنة، تم التمديد ليوم 7
الإعلان عنه تم الساعة 7:15، يعني قبل انتهاء الهدنة بربع ساعة. قيل على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه في ظل جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق وسراح المختطفين والتزاما ببنود الاتفاق، فإنه وقف إطلاق النار سيستمر يوما إضافيا. يعني السؤال هنا، احتاج الإعلان عن هذا الأمر اجتماعات امتدت من ليلة أمس حتى صباح هذا اليوم، اتخاذ القرار من المجلس الحربي الإسرائيلي ومن كل الجهات المسؤولة عن ذلك، حتى قيل يعني حسب مسؤول سابق في الجيش عبر القناة 12 قال بأن ربما بلينكن سيشارك في جلسة الكابينة أو شارك الليلة، وبالتالي هذه النقاشات كلها، هل يحتاج الأمر لتمديد الهدنة كل هذا العصف دعني أسميه من الاجتماعات ليخرج هذا القرار؟ هو نعم، يعني لماذا؟ لأن هناك دخل عامل جديد. الآن حماس تعلن أنها استنفذت كل المدنيين الذين لديها، ومبدأ 3-1 من الأسرى اللي قامت عليه كل الصفقة خلال الأيام 7 الماضية هو يكون استنفذ. وإسرائيل اشترطت في البداية وقرار الكابينيت السابق أنه كل يوم 10، عندما تقول حماس أنه سيقدم 7، في البداية هم قدموا 7 أسماء و3 جثث. طبعا هذا يضع إسرائيل أمام حيرة كبيرة وأمام موقف صعب، يعني هل نرفض 7؟ يعني هم بالبداية رفضوا، يعني رفضوا، ولكن هل نبقي يعني على هذا الرفض أم إنه نقبلهم ونمشي 8 يوم؟ وهذا لن يغير شيء في القتال. ولكن كمان السؤال، طب إذا مشينا ممكن حماس ممكن تكون عندي 5 بس، ما عنديش أكثر من هيك، وكأنه كأمر واقع تبلش حركة حماس تنزل العدد وتغير كل شروط الاتفاق وتفرض أمر واقع على إسرائيل يطيل أمد التهدئة ويقلل عدد العائدين من الأسرى الإسرائيليين، ويعني عمليا يصعب العودة للقتال، لأنه هاي بلش الأمريكان يتدخلوا ويضغطوا وبلشوا. يعني هم رفضوا قائمة 7 لكن وافقوا على قائمة 8، يعني لما زاد واحد زاد حماس واقتنعت إسرائيل إنه فعلا حماس لا يوجد لديها مدنيين، وهنا مدنيين يعني في رجال في كبار في السن، لكن هون الفئة هاي تعتبرهم حركة حماس، هذولا يعني سعرهم مختلف أو ثمنهم مختلف عفوا على الكلمة، يعني هؤلاء المقابلهم لن يكون 3-1، نريد ربما مثلا نريد كبار سن أيضا من السجون ومرضى، هؤلاء مرضى وكبار سن، احنا بدنا مرضى، بدنا ولي الدكة وبدنا فلان وبدنا فلان، وهنا تبدأ عملية يعني تدخل في فئة جديدة وتدخل في عملية فئة أخطر، وهذا يعني كنا على صفقة أخرى مختلفة كليا، ولذلك هذا هو اللي يعني بيخلي إسرائيل تتردد الآن بين العودة إلى القتال أو الذهاب إلى صفقة بطبيعة مختلفة. والأمريكان والقطريين، يعني واضح الأمريكان لهم سلطة يعني هذه معروفة يعني على الإسرائيليين قوية، والقطريين أيضا لهم تأثير على حركة حماس، وكمان في مصلحة لحركة حماس ممكن يلعبوا دور في إنه فعلا طوروا الصفقة يوسعوها، لكن الضغط إسرائيليا داخليا هو على العودة للقتال، وأعتقد إنه يعني ما لم يكن هناك الضغط الأكبر يعني يتجه نحو العودة إلى العمليات العسكرية كما يسمونها. صحيح يعني تجديد العملية العسكرية واستئنافها. متى متوقع ذلك؟ يعني هل ستمتد كمان يوم أو يومين الهدنة؟ هل ممكن؟ يعني متى من المتوقع برأيك يا سيدي؟ ما بدنا نحكي تواريخ لأنه ما حدا، لكن هو متوقع إنه يعني ليل السبت الأحد يعني هو اللي راح يكون ربما نهاية، يعني إسرائيل تقول إنه حماس تستطيع أن تؤمن الآن 40 اسم، ويمكن يعني أن تتعاطى بنفس المبدأ ضمن 40 اسم، لكن حماس تقول ليس لدينا مثل هذا العدد وليس بحوزتنا، وأيضا هناك يعني جزء هم بيتين في عائلة بيبس هاي اللي أعلنت عنهم أطفال، وفي أيضا هناك يعني فئات أنتم تعتبرونها مدنيين، نحن لا ننظر لها كمدنيين زي الرجال وكبار السن، ولذلك لا نعرف يعني التقديرات في إسرائيل قد يكون يومين إضافيين من الهدنة وهذا ممكن، وبعدها يعني أعتقد أنه سيتجدد العدوان على قطاع غزة، وإسرائيل تستعد لذلك وتريد ذلك، وأمريكا كي لا يعني يفهم أمريكا ضد الحرب، أمريكا أيضا تبارك هذه العودة، والافتراض في إسرائيل أنه إحنا بدنا نعيد كل يعني إذا تبقى لنا 159 كما يقولون إحنا بدنا نرجعهم، ولكن تحت الضغط، يعني نفاوض حماس والفصائل تحت ضغط القصف والحصار الإنساني والوضع الصعب، يعني هناك يصبح لدينا أدوات ضغط أكبر على حركة حماس بحيث نجعل الثمن
أقل، هذا هو ما يفكرون به الآن، ويكون إنهاء يعني هذا الملف مع إنهاء الحرب برسمة واحدة وبصفقة واحدة. ولذلك هم يعني يتنازلون عن إعادة الأسرى، لكن يربطونها بأنه نحن إذا بدون قتال سنبقى عرضة لابتزازات حماس، نعم، وسنبقى يعني ليس لدينا أدوات للضغط عليها، وأيضا سنكون وكأننا سلمنا لأنه حماس ستبقى في القطاع. طب هو أهم أهداف الحرب والرقم واحد هو القضاء على حكم حماس، ولذلك يعني هم يتجهون إلى لا نروح القتال، بنقوض قوة حماس أكثر، بنوجهها ضربات أكثر، وبنفوضها في وضع وهي في يعني أكثر حالاتها ضعفا. وبالمقابل يعني حماس ممكن تفكر أيضا بالطريقة الأخرى إنه إحنا كمان نوقع خسائر أكبر في الاحتلال، نتصدرها بشكل أكبر، ونجعل الضغط يزداد عليه شعبيا ومن أهالي الأسرة، ونحقق صفقة أفضل. يعني كمان الطرفين بفكروا إنه عندهم خطة باء، وهذا الخيار بيكون أصعب ولكن كمان ممكن يكون نتائجه أفضل. طيب في دقيقة عصمت، فيديو الأمس في تحرير أو الإفراج عن المحتجزين يعني قد يشكل ضربة لدى الأوساط الإسرائيلية، خاصة أنه أكثر فيديو عبرت فيه المحتجزات الإسرائيليات عن لا أعرف ربما يسمونه امتنان، شكر، ابتسامة، وداع، يعني حتى أنها كانوا يشاورون بأيديهم كلمات وما إلى ذلك. ربما شاهدت هذا الفيديو، هذا ماذا سيشكل هذا الفيديو بالنسبة للإعلام العبري؟ هو أصلا يعني بدأت بعض المواقع تتحدث عن هذا الأمر بامتعاض. يعني هم أولا فعلا هذا وجه ضربة ونسف كل دعايتهم اللي أقاموها على وحشية حماس والمقاومة نسفها، لكن شوفي الرقابة تفرض تشديد كبير على نشر الصور، ولكن هذه تنشر لأنه يعني لا يمكن إنه ما ينشروش لحظة الإفراج، وبالتالي يترفق بتعليقات إنه يعني غصب عنهم وإنه هم مروحين فبفرضوا عليهم، وإنه يعني هذا بطلب من وهذا شو، وإنه في خمس كاميرات بتصور وفي إضاءة، يعني وكأنه هذا إخراج بتكون بي يعني حماس من أجل يعني تغيير صورتها. وفعلا هي موفقة في ذلك، ولكن أيضا يعني لا يمكن افتعال لدى الأطفال ولا إنه هذا الارتياح وعدم الخوف، يعني الذعر بيبين على الناس حتى لو كان شو كان، ما في ذعر، ما في رهبة، في اطمئنان، وواضح إنه تلقوا معاملة حسنة وجيدة. وهذا يعني يغيظ إسرائيل كثيرا، تحاول أن تبرره وكأنه هذا تمثيل، يعني يحكوا أنه مثلا لقطوا أحد يعني الأصوات ظهرت بشكل أنه keep moving، يعني واصل كأنه يأمره أنه واصل التلويح للطفل وللآخرين، لكن اللي شاف لا، المسألة مش مسألة أوامر ولا كما تدعي إسرائيل، ولكن هي بتعرفي بدها تصغر الموضوع وكأنه يعني ما بدها تسلم وتسلم بنسف روايتها تدافع عنها. نعم، شكرا جزيلا لك زميلي الصحفي المتخصص بالشأن العبري عصمت منصور، تحياتي لك، شكرا. نتوقف عند فاصل قصير وبعدها نعود لمتابعة هذه التغطية، تفضلوا بالبقاء معنا. رأس الساعة برعاية جوال وبالتل.
الساعة الآن 10:00 بتوقيت القدس. أخبار وطن في دقيقتين على رأس كل ساعة من 8:00 صباحا حتى 8:00 مساء. برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، الجنيدي خير من يهتم بصحتكم. أسعد الله صباحكم، موجز لأهم الأنباء من شبكة وطني الإعلامية، أهلا بكم. الحرب على غزة في يومها 55، بلينكن في تل أبيب، وقطر تعلن الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع. في اختراق للهدنة بيومها 7، بحرية الاحتلال تقصف ساحل خان يونس الجنوبية قطاع غزة بقذائف صاروخية، وتطلق النار بكثافة تجاه الأراضي الزراعية شرق خان يونس. منظمة الصحة العالمية تحذر أن عدداً أكبر من سكان قطاع غزة قد يموتون بسبب الأمراض مقارنة بضحايا القصف الإسرائيلي، وتقول أن الأمراض أخطر على غزة من القصف. وزارة الصحة تعلن استشهاد الشاب فادي مؤيد بدران 21 عام برصاص الاحتلال في بتونيا فجر اليوم، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء إلى 455 شهيدا منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية، من بينهم 247 شهيدا فقط منذ 7 أكتوبر الماضي. ارتفاع عدد القتلى جراء عمليات إطلاق نار في القدس وقعت صباح هذا اليوم إلى 3 قتلى وإصابة آخرين بجروح خطيرة. الاحتلال يقتحم في هذه الأثناء منزل عائلة إبراهيم ومراد النمر في سور باهر بالقدس، وهما حسب إعلام الاحتلال منفذا عمليات مستوطنة راموت، وقد استشهدا خلال تبادل إطلاق النار بحسب زعمهما. ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن كفير من مكان إطلاق النار بالقدس يقول: سأواصل توزيع الأسلحة في كل مكان. من آخر المستجدات في الضفة الغربية، قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 30 مواطنا من بلدة بيدو شمال غرب القدس، وتعتدي بالضرب على الأهالي وتحطم محتويات المنازل التي اقتحمتها. قوات الاحتلال تزيل صور الشهداء في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية خلال اقتحامها. وأختم بهذا الخبر: قطعان المستوطنين بحماية جيش الاحتلال يقومون بطرد المزارعين وإطلاق النار عليهم في المنطقة الغربية لبلدة كفر الديك. انتهى الموجز، المزيد على وطن.نت. في أمان الله. برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، الجنيدي خير من يهتم بصحتكم. وطن اف ام 99.2. سيفنا والقلم كلنا للوطن، كلنا للوطن، كلنا للوطن. حبيت كيف وانا قاعد في البيت سرعة وطاير وعليت، والنت مكفينا مكفينا، وشو صار مش طالع انا من الدار، الفايبر سرعته نار، انا والعيلة باجواء السرعة جلينا. ويلا نعيش مع مالت الجيجا فايبر، يلا نعيش على السرعة، اجواء السرعة بتفرق مع مالت الجيجا فايبر. في البيت عيش اعلى سرعة انترنت بتكفي كل العيلة مع بالتل جيجا فايبر، اسرع انترنت منزلي. للاشتراك زوروا احد معارض بالتل وجوال او الموزعين المعتمدين او الاتصال على 199، خاضع للامكانية الفنية. مع كل دقة قلب كان بينبض بالحب، يوم عن يوم ثقتك فينا بتعلى، مشينا معك الدرب تحدينا كل الصعب، كبرنا فيكم خطوة بخطوة واللي جاي أحلى. وصل
دجاجة عزيزة حكاية إبداع وتطوير، يلي لما بتحلى فيها وطعم السفرة مع هجنان، دجاج عزيزة بيحليها الجودة والصحة والضمان. جديد في الأسواق برجر دجاج عزيزة من لحم الدجاج الصافي، صحي ولذيذ، تجدوه في جميع معارض عزيزة ونقاط البيع المعتمدة. طيب أهلا بكم من جديد، نحن معكم في هذه التغطية المباشرة والمستمرة لآخر المستجدات والتطورات وفي آخر الأخبار المتعلقة بالتطورات. إذن يعني العملية في القدس نفذها شقيقان من سور باهر أدت إلى مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين، هذا بحسب ما أعلنت المصادر العبرية صباح هذا اليوم الخميس. كما أعلنت أن 12 مستوطنا أصيبوا بجروح بين متوسطة وخطيرة جراء عملية إطلاق النار. بحسب المصادر كما قلنا، تقول المصادر العبرية أن شابين كانا يستقلان مركبتهما توقفا أمام محطة انتظار للركاب قرب مستوطنة راموت، ومن ثم ترجلا من المركبة وباشرا إطلاق النار على المستوطنين. أحد منفذي عملية القدس هو أسير مقدسي محرر قضى في سجون الاحتلال 10 سنوات بحسب المعلومات التي ذكرها الإعلام العبري، وهما المنفذين هما الشقيقان مراد نمر 38 عاما وإبراهيم نمر 30 عاما من بلدة صور باهر جنوب القدس، وكما قلنا هما أسيران محرران وينتميان لحركة حماس كما تقول المصادر العبرية. مراد نمر تم اعتقاله في العام 2010 وحكم بالسجن 10 سنوات، وخاض إضرابا عن الطعام في العام 2012، وتعرض للعزل عام 2013 لمدة 2 عامين، وتحرر من سجون الاحتلال قبل 3 سنوات فقط.
كما قلنا أيضا في أخبارنا قبل ربع ساعة من انتهائها، الإعلان عن تمديد الهدنة الإنسانية ليوم إضافي مع الإفراج عن 8 محتجزين لدى المقاومة. هذه القائمة التي فيها 8 أسماء إسرائيليين بالإضافة إلى 3 يعني 3 قتلى سيتم تسليمهم إلى طبعا الجانب الإسرائيلي. في آخر المستجدات والأخبار أيضا، الاحتلال يحتجز 3 مزارعين ويعتدي عليهم بالضرب جنوب نابلس. إذن احتجزت قوات الاحتلال اليوم الخميس 3 مزارعين في خربة يانون التابعة لأراضي عقربة جنوب نابلس واعتدت عليهم بالضرب. وأفاد رئيس مجلس قروي يانون راشد مرار بأن قوات الاحتلال احتجزت المزارعين 3 لساعات واعتدت عليهم بالضرب المبرح أثناء عملهم في أراضيهم. إذن أيضا ضمن أخبارنا، فجر اليوم شهيد في بيتونيا وقوات الاحتلال تقتحم مخيم طول كرم، وشهداء بالأمس في جنين أحدهما قائد كتيبة جنين وطفلين بعمر 8 سنوات و14 عاما. طيب، بالأمس 29 من تشرين الثاني هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكان هناك دعوات من أجل تحويل هذا اليوم إلى مسيرات شعبية في مراكز المدن. إحدى المسيرات كانت اعتصام لمنتدى مناهضة العنف ضد المرأة أمام مكتب الأمم المتحدة للمطالبة بوقف العدوان على شعبنا تحت شعار أوقفوا العدوان وارفعوا الحصار، هو شعار رفعه منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة وعدد آخر من الائتلافات خلال الاعتصام الذي تم تنظيمه أمام مكتب الأمم المتحدة في رام الله للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة. نتوقف عند فاصل قصير ونعود مع ضيفتنا للحديث أكثر عن هذا الموضوع وعن مطالبات المنتدى والائتلافات الأخرى في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
طيب إذا يعني آخر التطورات اليوم في اليوم السابع للهدنة، ما هي آخر التطورات والوضع في قطاع غزة؟ ينضم لنا عبر الخط الهاتفي مراسلنا وزميلنا الصحفي عبد الهادي أبو قينس. عبد الهادي صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح النور ريم، تحياتي لكم ولكافة السادة المتابعين. تحياتي لك. إذن في وقت متأخر من ليلة الماضية وصباح هذا اليوم تم اتخاذ قرار بتمديد الهدنة يوم إضافي، يوم سابع عبد الهادي، لكن حدثنا أكثر، ما هي الأوضاع وكيف هي الأوضاع لهذا اليوم في قطاع غزة؟ ريم، حقيقة كانت هناك حالة من القلق الشديد تخيم على المواطنين في ظل عدم التوصل إلى التهدئة ما بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي. هذه القضية دفعت العديد من المواطنين، خاصة ممن يسكنون في المناطق الشرقية والذين يعتبروا من فئة النازحين، إلى العودة إلى المدن، إلى مراكز الإيواء. يعني هم كانوا في المناطق الشرقية جنب بيوتهم، ساكنين في بيوتهم، ولكن القلق وعدم يعني تثبيت التهدئة أو تمديد التهدئة دفع هؤلاء بالفعل إلى مغادرة المنازل المحاذية تماما للمناطق الحدودية وتحديدا شمال وشرق قطاع غزة. ولكن بعدما تبين من خلال المصادر الصحفية الرسمية والإعلان بشكل رسمي من الخارجية القطرية بأنه تم تمديد هذه التهدئة لمدة 24 ساعة، بمعنى في تمام الساعة 7 من صباح غد ستنتهي هذه التهدئة، وهو اليوم السابع بالمناسبة. عاد هؤلاء إلى المساكن وإلى بيوتهم التي كانوا خلال 6 أيام يتواجدون فيها، لأنهم بالفعل كانوا في ضائقة، في مأساة إنسانية داخل مراكز الإيواء وفي الشوارع وفي الأندية وصالات الأفراح، كانوا مشتتين. ولكن عندما أعلن عن التهدئة عادوا هؤلاء إلى المنازل، ولكن حالة القلق التي خيمت على الشارع هنا في غزة دفعت هؤلاء بالعودة إلى مراكز الإيواء، ولكن الآن هم بالفعل يعني عادوا إلى حد ما إلى المنازل، بالرغم من أنها مدمرة ريم، يعني ليست المنازل بالشكل الطبيعي أو الاعتيادي. ولكن حقيقة عندما تحدثنا للبعض من هؤلاء قالوا بأننا بالرغم يعني من هذا المنزل الذي دمر وأصبح أطلالا، إلا أنه يضع خيمة بجوار هذا المنزل أو على ثرى هذا المنزل ويستقر فيه، ويفضل أفضل من أنه يذهب إلى مراكز الإيواء، يذهب إلى الشوارع، يتيه بمعنى صح. المواطن هنا تائه حقيقة، إذا ما تخيلنا على وجوه هؤلاء نجد أنهم هائمون، يعني في الشوارع توصف حياتهم بالبؤس والشقاء. الذين تركوا هذه المنازل وتاهوا في الشوارع خاصة في المناطق الجنوبية، وبالرغم من أنهم وصلوا إلى المناطق الجنوبية إلا أن المجازر والجرائم والقصف المدفعي وغارات الطائرة والغارات الحربية أيضا تواصلت على هؤلاء، بالرغم من حديث الجانب الإسرائيلي بأن على هؤلاء أن ينتقلوا إلى المناطق الجنوبية، إلا أن المناطق الجنوبية تفاجأوا بأن عمليات الغارات الجوية مستمرة عليهم هنا في جنوب قطاع غزة. إذن التهدئة تم تمديدها، وبالفعل المواطنون هنا عادوا إلى سكناهم، إلى منازلهم. أما فيما يتعلق بالحالة الإنسانية أو الوضع الإنساني، ما زال على ما هو عليه، خاصة في ظل الطوابير الطويلة ما زالت مستمرة على غاز الطهي، على السولار، على البنزين، على الخبز أيضا، لدرجة أنه عدم وجود المخابز وتجهيز الخبز في المدن دفع بالعديد من أبناء القرى وأبناء الأرياف خارج المدن الفلسطينية بالاعتماد اعتماد كلي على الحطب، وإيقاد الحطب لتجهيز الطعام، لتجهيز الخبز. وهناك تسوق أصبح واضحا في المدن، بمعنى كيف أن بعض المواطنين يقومون بتجهيز الخبز على النار، ومن ثم هو يأخذ هذه الكميات ويبيعها، ويبيعها في الأسواق الرسمية أو الأسواق الشعبية داخل المدن الفلسطينية. الأوضاع في شمال قطاع غزة لا تقل مأساة عن الأوضاع في جنوب قطاع غزة، ما زالت أيضا عمليات البحث عن الجثث الشهداء، عن المشافي هذه التي بالفعل حتى اللحظة لا تستوي أم لم تصل إلى الدور المطلوب للعمل في هذه المشافي. المستشفى الوحيد الذي يعمل شمال قطاع غزة
هو مستشفى المعمداني، باقي المشافي أصبحت خارجة تماما عن تقديم الخدمات. السبب في ذلك هو عدم وصول الوقود لهذه المشافي لكي تعمل بالشكل الطبيعي. بالمناسبة المناطق الشمالية حتى اللحظة لم تصل إليها سواء الشاحنات الممتلئة بالغذاء والأمور اللوجستية والأمور الطبية، وأيضا الوقود لم يصل إلى مناطق شمال قطاع غزة، وأصبحت مأساتهم متراكمة حتى اللحظة، لم يجدوا أي من الانفراجات بالرغم من مرور هذه التهدئة أو دخول هذه التهدئة اليوم السابع على التوالي. إليك كريم. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات لهذا اليوم. حدثنا مراسلنا من قطاع غزة عبد الهادي أبو قينص، تحياتي لك. شكرا عبد الهادي. طيب، إذن في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اعتصام أمام مكتب الأمم المتحدة في رام الله للمطالبة بوقف العدوان على شعبنا. الاعتصام لمنتدى مناهضة العنف ضد المرأة وائتلافات أخرى أيضا تحت شعار أوقفوا العدوان وارفعوا الحصار. أهلا بكم من جديد. وتحت شعار أوقفوا العدوان وارفعوا الحصار، شعار رفعه منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة وعدد من الائتلافات خلال الاعتصام الذي نظمه أمام مكتب الأمم المتحدة في رام الله للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة. سنتحدث بمزيد من التفاصيل بعد أن أرحب بضيفتي بالاستوديو صباح سلامة، وهي منسقة منتدى مناهضة العنف ضد المرأة. صباح الخير. صباح صباحك وصباح كل المشاهدين والمستمعات والمستمعين. تحياتي لإلك وأهلا بك معنا في هذه التغطية المستمرة ضمن موجة غزة الصامدة، غزة الأمل. لكن بالبداية دعينا والمشاهدين والمستمعين نستمع إلى هذا التقرير الذي أعده طاقم وطن عن هذه الفعالية وهذا الاعتصام، ونعود لبدء الحوار. أنت داعم للإرهاب، أنت داعم للإرهاب،
أوقف العدوان وارفع الحصار، شعار الوقفة التضامنية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، التي جاءت بتنظيم من منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة وعدد من الائتلافات والشبكات النسوية في المنطقة العربية أمام مقر الأمم المتحدة في رام الله. وقفتنا اليوم هي وقفة في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني لمطالبة الأمم المتحدة للقيام بمهامها الموكل إليها في توفير الحماية والإغاثة لشعبنا الفلسطيني، لا سيما في العدوان على قطاع غزة. وهذه الوقفة بصاحبها وقفات في العديد من الدول العربية أمام مقرات الأمم المتحدة من قبل الشبكات والائتلافات العربية في البلدان. نقول رسالة بشكل واضح كنساء اليوم في رام الله وكنساء موجودات أمام الأمم المتحدة في سوريا ولبنان والأردن والمصر والعراق وموزمبيق واليوم في المغرب وفي تونس وفي ليبيا، بأن النساء في المنطقة العربية يطالبنا الأمم المتحدة بعدم استخدام معايير مشتركة وبحماية الشعب الفلسطيني والنساء الفلسطينيات. وخلال الوقفة سلمت الشبكات والائتلافات المستشار السياسي للأمم المتحدة في فلسطين باسم الخالدي رسالة طلبت فيها بوقف فوري للعدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة ومحاسبة الاحتلال على جرائم وتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية وضرورة تحمل مؤسسات الأمم المتحدة مسؤوليتها في توفير الحماية والإغاثة لسكان قطاع غزة. وإحنا نؤمن أن ما يجري في غزة وأن الحل هو حل سياسي وليس حلا أمنيا، ومن حق الشعوب أن تنال حريتها، وأعتقد آن الأوان لهذا الاحتلال أن ينتهي، وهذا هو موقف الأمين العام للأمم المتحدة وكل أعضاء الأمم المتحدة. يعني اليوم جماهير شعبنا الفلسطيني بهذا اليوم التضامن العالمي للشعب الفلسطيني رسالته الموحدة إلى العالم والأمم المتحدة وقافة حكومات العالم بإدانة العدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني، وهذه الرسالة الموجهة من كافة جماهير شعبنا للعالم الوقوف أمام استحقاق حق الشعب الفلسطيني في حقه وحق تقرير المصير. فمنذ 7 أكتوبر لا يزال الاحتلال يقصف المدنيين والمدنيات في قطاع غزة ليلا نهارا مستخدما كافة الأسلحة الفتاكة والقنابل الارتجاجية والفسفورية المحرمة دوليا، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 20,000 مواطنا بينهم أكثر من 8,000 طفل وأكثر من 7,000 ما زالوا مفقودين وتحت الأنقاض والعالم لا يحرك ساكنا. لشبكة وطن الإعلامية غيداء الحاج حسن. إذن من جديد برحب فيك صباح. وأوقف العدوان وارفعوا الحصار، الكارثة الإنسانية كبيرة في قطاع غزة وبدأت تتكشف أكثر فأكثر بعد أيام الهدنة، وأكيد ستتكشف معالم الكارثة أكثر بعد انتهاء الحرب أصلا وتوقف هذا العدوان بشكل كامل. نحن نتحدث عن 20,000 من الشهداء، نصفهم من النساء والأطفال قضوا في يعني قطاع غزة. بالأمس أنتم رفعتم شعارات أمام مكتب الأمم المتحدة لتطالبوا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. يعني حقيقة وقفة الأمس هي كانت وقفة من لجموع الائتلافات والشبكات في فلسطين أسوة بوقفات تنظم في ذات التوقيت وبذات الشعار وبنفس الرسائل في العديد من الدول العربية في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني لمطالبة الأمم المتحدة بالقيام بدورها والمسؤوليات المناطة إليها. وبالتالي هاي المؤسسات الدولية إن لم تقم بدورها وبمهامها في هذا الوقت وفي ظل هذا العدوان وهذه الجرائم التي ترتكب، فمتى ستقوم بدورها؟ هذا يعني أودت أن أسألك إنه أهمية دور هذه المؤسسات اليوم التي تعنى بالعنف ومناهضة العنف سواء للمرأة للطفل جميع مؤسسات المجتمع المدني والحقوقية، أهمية دورها اليوم في هذا العدوان. يعني حقيقة كلنا شاهدنا الجرائم اللي ترتكب
ارتكب بحق قطاع غزة وبحق محافظات الضفة الغربية. يعني ما يحصل في جنين وفي طول كرم وفي رام الله وفي كل المناطق هو جرائم إبادة بحق هؤلاء المدنيين وبحق هؤلاء الناس. وبالتالي دور المؤسسات المجتمع المدني هو الضغط والتأثير على هاي المؤسسات الدولية للقيام بدورها. هذا أولا. هو أنا بشوف كمان إضافة لتقديم ما أمكن من المساعدات والدعم للناس اللي موجودين تحت القصف وتحت العدوان، إضافة له الضغط على السلطة الوطنية كمان. سلطتنا الوطنية في عندها دور يجب أن تقام فيه، وهو الفضح والمزيد من الجهد لفضح هاي الانتهاكات ولفضح هاي الجرائم، سواء تمهيدا لرفع هذه الجرائم لمحكمة الجنايات الدولية، لأخذ المقتضى القانوني بحق قاضي دولة الاحتلال فيما يرتكب بحق هؤلاء المدنيين. وبالتالي دور المؤسسات المجتمع المدني هو بدور يعني متكامل في العمل على كافة الاتجاهات، ولا سيما الوقوف والضغط والتأثير على المؤسسات الدولية حتى تقوم بدورها فيما يتعلق بحماية المدنيين أولا وتقديم الإغاثة الإنسانية لهم ثانيا. نعم. نتحدث عن النساء والأطفال، من الواضح أن العالم لم يحرك ساكنا لمقتل النساء والأطفال في قطاع غزة صباح، وبالتالي يعني في كل الحروب في كل الأزمات في العالم في كل الكوارث يتم دائما تجنيب المدنيين وخاصة فئات النساء والأطفال. في غزة نحن نتحدث أن نصف الشهداء هم من النساء. صحيح. وأكثر طبعا مع النساء والأطفال أكثر بيطلعوا هم من النساء والأطفال. الوقفة كانت أمام مكتب الأمم المتحدة، هل تعتقدين أنهم قاموا بالدور المنوط بهم، وما المطلوب من أجل أن يلتفت العالم أيضا أكثر اليوم؟ يعني سؤالك بشقين، ما هو الدور المناط بالأمم المتحدة في توفير الحماية هذا أولا، وهل قاموا بدورهم في اتجاه العالم ثانيا. الدور المناط بالأمم المتحدة ومؤسسات الأمم المتحدة بداية هو ميثاقها الناظم لعملها كهي مؤسسات دولية، والهدف من قيامها ومن تأسيسها من 48 لليوم. وبالتالي الدور الأول هو توفير الحماية وتجنب المؤسسات لا سيما الصحية والتعليمية لهذا العدوان، لأنه وفق القانون الدولي الإنساني هاي مؤسسات هي مشمولة بالحماية. وهي مؤسسات بدها تكون عندها دور الرقابة ودور توفير ما أمكن من هاي الحماية بالضغط على المؤسسات الدولية اللي هي منبثقة من خلالها، بكم هناك أهمية لتجنب هاي المؤسسات والقيام بدورها فيما يتعلق بدور الحماية. الدور الثاني الممكن إليها هو تقديم الإغاثة. كلنا بنعرف إن في ظل الحروب كيف إن من يحصد ومن يدفع الفاتورة الأعلى هم النساء زي ما تفضلتي والأطفال. وبالتالي هؤلاء المدنيين من نساء وأطفال والشيوخ وشبان هؤلاء في ظل العدوان بحاجة للمزيد من الإغاثة. كلنا شفنا ما يحصل في قطاع غزة، لا أكل ولا ماء ولا دواء ولا وقود ولا شيء، هم بحاجة لكل شيء. وبالتالي هذا دور كمان هم مسؤولين عنه بتقديم يعني بتوفير هذا الدعم وهذه الإغاثة الإنسانية لهؤلاء الناس. وبالتالي المطالبة إن هاي المؤسسات يجب أن تقوم بدورها في هذا السياق. هو المطلوب احترام المواثيق الدولية، هذا كله في مخالفة المواثيق الدولية والقانون الدولي. وأيضا برأيك هل ستفلت من العقاب إذا لم يتم هناك مطالبة بضرورة فتح الملفات بشكل جدي من أجل عدم إفلات إسرائيل من العقاب في كل ما قامت به في قطاع غزة؟ يعني ما قامت به دولة الاحتلال في قطاع غزة هو يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب. نعم. وبالتالي من يرتكب هاي الجرائم يجب أن يقدم للمحاكمة الجنايات الدولية، يجب أن يقدم للمحاكم الدولية حتى على المستوى الوطني في الدول. وهناك بعض القضايا اللي تم رفعها في بعض الدول بحق هؤلاء من قبل ناس بيحملوا الجنسيات الثنائية الجنسية، وكانوا جزء منهم ومن ذويهم ضحايا في العدوان. وبالتالي هاي الجرائم وهاي الإبادة وهاي العدوان في مساءلة دولية عليه، والمفترض يكون في محاكمة وعدم إفلات من العقاب، لأن أقل ما يقال بحق الضحايا أنك أنت
ما حققنا لهم العدالة وهم موجودين أحياء وما قدرنا نحميهم وهم أحياء، على الأقل يكون في عدالة لهم بعد استشهادهم فيما يتعلق بمحاكمة من ارتكب هاي الجرائم وتقديمها للعدالة، حتى يكون إحنا أمام حالة من الشعور بعدم التكرار، حتى نكون إحنا أمام عدم حدوث المزيد من هاي الجرائم. الآن بعد يعني توقف أقول إطلاق النار لأيام في الهدنة، حتى في هذه الأيام لا تحصل هذه الفئات في قطاع غزة سيدة صباح على الاحتياجات الضرورية واللازمة، وهناك احتياجات خاصة للنساء، هناك احتياجات خاصة صحيح. أيضا للأطفال، هناك ضرورات لا يتم التركيز عليها، حتى المساعدات الإنسانية التي تدخل لا تكفي لشيء. تعاني النساء بشكل كبير، أولا يعني تعاني في توفير اليوم الطعام لأسرتها، فهي تحاول من خلال الأمور البسيطة المتواجدة لديها أن توفر ذلك، تتناسى صحتها، تتناسى احتياجاتها الضرورية، تتناسى أنه هذه الفئات من الأطفال والنساء يجب أن تكون في أماكن حماية، تتوفر لها كل هذه المتطلبات، ومع ذلك هي تكافح اليوم من أجل أن توفر هذه الاحتياجات الضرورية لأسرتها. يعني نحن نتحدث حتى في أيام الهدنة لم تدخل الشاحنات بشكل كافي، يعني في كل يوم نحن نتحدث مع الأهالي في قطاع غزة وفي كل يوم يتم الحديث أن هذه الأغذية لا تكفي لشيء، هذه الاحتياجات التي تدخل لا تكفي لجموع النازحين الذين هم بالآلاف في مراكز الإيواء. ما هو تخوفكم من ذلك؟ يعني تخوفنا أولا بداية النساء تم استهدافهم بشكل مباشر واستشهاد العدد اللي تفضلتي فيه منهم في هاي العدوان هنا وأطفالهن، هن في استهداف المباشر. في الاستهداف الغير مباشر إن النساء في ظل استشهاد الزوج والأبناء هي صفت بتحمل عبء الأسرة كامل، وبالتالي هذا الدور بنقل عليها عبء كارثي أكبر في ظل النزوح، في ظل عدم وجود خصوصية لهؤلاء النساء، عدم توفر احتياجاتهم الأساسية كنساء أنا بحكي بالدرجة الأولى ونقص الموارد والإمكانيات والاحتياجات للأسرة اللي هي بتكون تحملها كمان على أكتافها كتافهن كنساء في ظل شح الإمكانيات، ارتفاع الغلاء الفاحش للأسعار، لقلة الموارد وقلة المواد اللي موجودة. إحنا كلنا شفنا التحكم في الموارد في الشاحنات اللي بتدخل من قبل الاحتلال صحيح. وبالتالي هاي الشاحنات وفق أراء الخبراء والمراقبين والناس اللي عم بتدخل هاي إن الاحتياج أعلى بكثير بكثير مما يدخل إلى قطاع غزة. قطاع غزة بحاجة لكل شيء زي ما أشرنا، وبالتالي ها إلى يعني ها هاي المساعدات اللي بتدخل في ظل شحتها وقلتها بتزيد العبء على النساء. اليوم النزوح فيها المدارس اللي فيها النزوح، النساء لا تتمتع ولا بأي لا بحماية ولا تتمتع بخصوصيتهن ولا في موارد ولا في إمكانيات لإلهن ولا لأطفالهن، وبالتالي احتياجات النساء احتياجات كبيرة فيما يتعلق بما أفرزه العدوان وأثاره على وجودهن بعد تحديدا ونزوحهن ووجودهن بمنطقة الجنوب ومنطقة وبالمدارس وبالمستشفيات. في أنتم بالأمس سلمتم رسالة يعني إلى المستشار السياسي للأمم المتحدة في فلسطين، أقصد أنتم المنتدى والائتلافات النسوية كلها، فحوى الرسالة هل هو ما تحدثنا به المطالب الأساسية، وأيضا برأيك هل سيكون هناك استجابة لهذه الرسالة ست صباح؟ يعني الاستجابة نتمنى، يعني دورنا نوصل الرسالة، دورنا نضغط ونتابع ونعمل المزيد من الجهد في التأثير على هؤلاء الناس، لعل وعسى يكون في استجابة. فحوى الرسالة كان كالتالي، اتمخضت الرسالة يعني في عرضنا المعلومات اللي بتلزم بتوثيقها فيما يتعلق بالجرائم اللي ترتكب. طالبنا بداية أول إشي بالوقف الفوري وإزالة أثار العدوان عن قطاع غزة ورفع الحصار، لأن إحنا ما مش شايفين إن العدوان بدأ بسبعة أكتوبر، العدوان هو مستمر منذ 17 عام في الحصار،
المدى المنظور، وإحنا بنشوف العدوان على شعبنا هو له أكثر من 105 سنين يعني لسه كمان. وبالتالي هذا المسار خلق حالة من إغلاق المعابر والمعاناة اللي بتشكلها أو بيعانوا منها تحديدا في المقدمة النساء، مرضى السرطان، مرضى غسيل الكلى، هؤلاء نساء وهؤلاء أسر بيعانوا من الحصار والتابعة. وبالتالي هذا الحصار يجب رفعه، يجب رفع كل معابر، فتح كافة المعابر ليس فقط المعابر المصرية. المعابر المصرية يجب أن تفتح وبشكل دائم، لكن باقية المعابر يجب أن تفتح على قطاع غزة. لا يعقل أن يبقى قطاع غزة محاصر على مدار هاي السنوات. طالبنا بتوفير الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية، ولا سيما الوقود والأدوية وإدخالها والسماح للجرحى بالخروج والعلاج. طالبنا كأمم متحدة تأخذ دورها الأكبر في توفير هاي المساعدات الإنسانية، طبعا تتحمل المسؤوليات وتوفر هاي المساعدات، لأن كلنا بنعرف إن هم المسار الإجباري اللي بدها تمر من خلاله المساعدات للنازحين وللموجودين اليوم في قطاع غزة. ويجب أن تصل المساعدات لمناطق الشمال، لا لا يعني مناطق ما فينا اليوم نحكي شمال وجنوب، لكن هؤلاء كلهم بحاجة في كل قطاع غزة. صحيح، هؤلاء بحاجة. طلبنا بتقديم مقعدات الاحتلال للمحاكمات ومحاسبتها. طلبنا وبنقطة مهمة أن يجب عدم التعامل مع قضايتنا كشعب فلسطيني بمعايير مزدوجة، لأن إحنا شفنا كيف إن لما بكون هناك في جرائم مثل أوكرانيا كيف العالم بنتفض على مقتل طفل أو طفلة، لكن 15-20 ألف بينذبحوا في أقل من 40-45 يوم. العالم ما قبت برد. ازدواجية المعايير هاي قضية يجب أن تقف أمم المتحدة أمامها وبجدية علشان تبرر وجودها وتحصل على مصداقيتها عند الشعوب. نعم، هل لديكم تواصل مع المراكز يعني فروعكم من المراكز في قطاع غزة، الموظفين في المنتديات والائتلافات في قطاع غزة؟ كيف هي أوضاعهم هناك؟ هل يستطيعون العمل بحرية؟ هل يعني المعاناة والتحديات لديهم أيضا في خلال هذا العدوان؟ يعني حقيقة مؤسسات المنتدى، إحنا شركائنا تحالف أمل في قطاع غزة، مؤسسات تحالف أمل من أول يوم بالعدوان تم قصفها، يعني قصف هاي المؤسسات، لأن الاحتلال كان بيهدف هدم البنية التحتية بما فيها المؤسسات، سواء المؤسسات الرسمية أو مؤسسات المجتمع المدني والتعليمية والتعليمية والصحة، كلها قصفها من بداية العدوان. وبالتالي مؤسساتنا في قطاع غزة هي جزء كبير منها تم هدمه، حتى الجزء اللي بقي هو غير صالح للإعادة الاستعمال لأنه بكون آيل للسقوط. هل يستطيعون العمل بالرصد والتوثيق يعني لحد ما اليوم مش يعني بحاولوا يخرجوا لنا قديش بيقدروا رسائل من تحت الحصار ويبعثوا لنا اياها علشان نضل مطلين على ما يحدث ونقوم بالتوثيق هاي الاحداث وما تضيع في ثنايا الهم الوطني الكبير. عم بحاولوا يقوموا بدورهم الكبير في تقديم الخدمات للنساء وللأسر، هم موجودين اليوم زميلاتنا بين الناس في المدارس ومراكز الإيواء وفي المستشفيات، عم بيعملوا كل جهدهم لتوفير الاحتياجات من فرشات ومن إحرامات ومن تغطية ومن أغطية ومن أدوية ومن أكل. لكن عزيزتي الكارثة والتحديات أكبر بكثير من قدرات المجتمع المدني في قطاع غزة، سواء منتدى مناهضة العنف ضد المرأة أو أي مؤسسات ثانية. الهم كبير اللي بوصلنا، التحدي كبير، الاحتياج كثير كبير، وبالتالي هذا احتياج بدها المؤسسات الدولية تأخذ دورها في تقديمها وتكون هي رأس الحربة، خلينا أسميها، في مواجهة هاي الأزمة وتأمين الإغاثة والمساعدات الإنسانية لهؤلاء الناس. نعم، شكرا لوجودك معنا اليوم صباح سلامة، منسقة منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، إن شاء الله بتوصل رسالتكم. شكرا جزيلا لك. شكرا مشاهدينا ومتابعينا، شكرا لكم على المتابعة. انتهت تغطيتنا إلى هذا الحد، لكن التغطية متواصلة على مدار الساعة. شكرا لزملائي في الكنترول، ومني ريم العمري أطيب التحيات، إلى اللقاء. شكرا. لما تكون موجوع وما حد سامعك، بلاد القدس تبعتنا أخذوها منا اليهود. ولما تكون مهموم وما حد سألك، والبلدية اللي داير ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش، بياع اللي بتفاش عندهم بيجيبوا 6-7 بيضربوه. أصرخ وعلي صوتك.
وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا. شد حيلك يا وطن. برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول، سياسية، اقتصادية واجتماعية. شد حيلك يا وطن يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحاً عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري. شد حيلك يا وطن، صوت حر لضمير حر. هذا البرنامج برعاية جوال وبالتل. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة. شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعة أطيب. شركة البنار لمنتجات الألبان، البنار اختيار كل الدار.